يوم مع غلام أسلم وهو في 15 من عمره. في 15 من عمره، يعني في 15 من عمره، ده صغير، أسلم وهو صغير. هكذا هذا الغلام كانت تؤهله أمه، تؤهله إلى أن يسود قريش، إلى أن يسود قريش ويسود قومه، يسود قومه. نعم، هذا غلام صغير 15 من عمره، لكنه كان فطنا ذكيا، كان ذا هيئة وهيبة وذا رفعة ومال وحسن حديث. ما هذه؟ هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم أفاق هذا، لكن هذا الصحابي الجليل الذي أسلم في 15 من عمره كان في تجارة إلى الشام، وهو في 15 من عمره 15 سنة فقط يخرج في تجارة إلى الشام. نعم، خرج مع قبيلة، مع قبيلته إلى الشام يتاجر هناك في بصرى. فعندما ذهب هناك نادى مناد في السوق، ولعله حبر من أحبار اليهود، نادى: يا معشر التجار، أفيكم أحد من بلاد الحجاز؟ يا أيها التجار، أفيكم أحد من بلاد الحجاز؟ فقالوا: بلى، نحن من بلاد الحجاز. فأقبل عليه هذا الغلام 15 من عمره، نعم، فقال: ماذا تريد؟ فقال: أظهر فيكم أحمد؟ أظهر فيكم أحمد؟ قال: من أحمد؟ قال: ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إنه ليبعث فيكم في هذا الشهر نبيا. إياك يا بني وأن يسبقك إليه أحد. من الغلام؟ لحظة، الأخ بيقول معاوية بن أبي سفيان، هذه الإجابة خاطئة. هذا الرجل من العشر المبشرين بالجنة. لا لا، ما زلنا نتكلم. هذا الغلام، هذا الغلام قال: فرجعت من عند الشيخ، يعني من عند الحبر، بعدما كلمني فرجعت، فقلت: لا يسبقني إليه أحد. قال: معه خيري الدنيا والآخرة. من المتكلم؟ الحب يقول للغلام 15 عاما. فقال: لا يسبقني إليه أحد. فركبت مطاياي، يعني تركت التجار وركبت المطايا وارتحلت وحدي حتى لا يسبقني إليه أحد. فدخلت على أمي فقلت: يا أما، أحدث شيء وأنا في التجارة؟ فقالت: بني، إن محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي. فخرجت فقلت: يا أما. قالت: ماذا تريد بني؟ قال: أتبعه أحد؟ فقالت: ابن أبي قحافة. فقال: تبعه أبو بكر، سبقني إليه. فذهبت إليه، وكان رجلا لطيفا، كنا نحب مجلسه. يعني شوف الغلام الصغير بيتكلم عن أبو بكر إزاي. وكان رجلا لطيفا، لأنه كان يعرف أخبار قريش وأحسابها وأنسابها. فكنا نجلس إليه، فذهبت إليه فدخلت عليه فقلت: يا أبا بكر، ما الخبر؟ قال: وماذا تريد يا؟ لا لا، طلحة بن عبيد الله، الهدية للأخ ده، طلحة بن عبيد الله. لا 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 لا، ده احنا نتكلم بقى. طلحة بن عبيد الله: يا أبا بكر، ما الخبر؟
قال وماذا تريد يا طلحة؟ قال لقد كنت في تجارة إلى الشام وعدت مسرعا. تعرف لماذا؟ قابلني أحد أحبار اليهود وقال أظهر فيكم أحمد. وهل نبينا صلى الله عليه وسلم يسمى بأحمد؟ نعم، سمى بأحمد ومحمد والعاقب والحاشر وغيره من الأسماء. انظر في صحيح البخاري، اسمع، قال فقال لي كذا وكذا وكذا. فصر أبو بكر فقال خذني إليه يا أبا بكر. قال فأخذني وذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما جلست بين يديه ورأيته رأيت النور يشع من وجهه، وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فصر النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم لما قلت له مما قال الحبر، هذه نبوءة، نبوة. فرجع إلى أمه فقال يا أمه تعلمين؟ قالت ما لك بني، ما لك يا طلحة؟ قال أسلمت لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأمسكت به وأتت بخاله وأوثقه، بل إنه أوثقه بسلاسل حديد. الغلام الصغير، نعم، طلحة بن عبيد الله، يوثق بسلاسل من حديد، ويسيرون به بين الصفا والمروة مغلغلا مقيدا، مغلغلا مقيدا. نعم، اسمع 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 اسمع. وأمه تسير خلفه مهرولة تلعنه. رآه مسعود بن خراش فقال لأحد رجال تميم قوم طلحة، قال ما هذا الغلام؟ قالوا إنه طلحة بن عبيد الله. قال وماذا فعل حتى يفعل به هذا؟ قال لقد دخل في دين محمد. قال ومن هذه المرأة التي تسير خلفه تلعنه؟ قال إنها أمه، إنها أمه، لقد كانت تجهزه حتى يسود قومه. فأصبح هو الذي يساد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لا ترضى بهذا، طلحة بن عبيد الله أخذ يعذب قرابة 3 سنوات، يعذب، بل إن بعض رجال قريش كان يقول عنه هو وأبو بكر الصديق القرينين. تعرف لماذا؟ لأنهما سلسلة معا ذات يوم فسمي بالقرينين. طلحة بن عبيد الله أسلم وهو في 15 من عمره، عذب، لقي عذابا، لكنه ما بلغ عذاب بلال الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. لقد أفاق بلال في التعذيب، بلال أفاق، نعم. وطلحة يعذب 3 سنوات، أخذ في هذا التعذيب وقتا طويلا. طلحة بن عبيد الله يعذب وقتا طويلا، نعم، لكنه شاء الله وقدر أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المدينة، نعم، لقد قال الحبر لطلحة إنه يظهر في هذا الشهر فيكم نبي وسوف يهاجر إلى بلاد ذا أحجار سود، أي إلى المدينة. تعرف التوراة فيها نبأ النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، نعم، كانوا يعرفون، يعرفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، هاجر طلحة في الوقت الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه، أتت غزوة بدر، فهل خرج طلحة للجهاد في سبيل الله في غزوة بدر؟ لا لا لا، كيف؟ إن طلحة كان دائما يسافر إلى الشام في التجارة، إنه كان لا يجلس في بيته، لا أخي الحبيب، كان مشغولا أيضا بالتجارة، لا يجلس في بيته قاعدا دانئا، لا، بل يخرج في تجارة دائما. كان خارجا في تجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدق طلحة. فعندما انتصر المسلمون في غزوة بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قسما من الغنيمة. لمن هذا يا رسول الله؟ إنه لطلحة، فإني أعلم صدقه. تعلم صدقه يا رسول الله؟ صدق طلحة بن عبيد الله التميمي، نعم، لكنه في غزوة أحد ما تخلف. أحد، نعم،
ما ذكر يوم أحد إلا وقال أبو بكر الصديق ذاك يوم طلحة. يوم أحد يوم طلحة، نعم هذا يوم طلحة. إن الحبيب المصطفى يخطط لقريش، هزمهم في أحد، لكن بعض الصحابة تخلى عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما تخلوا التف خالد بن الوليد وجعل الدائرة للمشركين على المسلمين، وأتى ابن قمأة أقمأه الله، كما قال الحبيب المصطفى ابن قمأة كم كان عدوا لحبيبنا المصطفى ابن قمأة، نعم ما أراد في هذه الغزوة إلا قتل الحبيب المصطفى. أتى ابن قمأة فرأى مصعب بن عمير يقاتل ويقاتل، فقطع ذراعه، قطع ذراعه نعم اليمنى، فأمسك مصعب الراية بيده اليسرى فقطعها، ثم قتله شقة، شق مصعب وهو يحسب أنه رسول الله، فقد كان مصعب قريب الهيئة بالحبيب المصطفى، فقال قتلت محمدا، قتلت محمدا. من القائل؟ ابن قمأة أقمأه الله، وهو لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فانسحب بعض من جيش المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يصعر تبة ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. التف حوله بعض الأنصار، وأتى طلحة من بعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ماهرا بالرمي، أتى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدفعهم عني وله الجنة؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله أنا. فقال لا يا طلحة، لا يا طلحة، لا يا طلحة، لا تأتي يا طلحة. نعم، فأقبل أحد شباب الأنصار فقاتل قاتل قاتل حتى قتل، وأتى الآخر قاتل 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 حتى قتل، حتى أتموا العشرة، والعاشر كان يزيد بن السكن. يزيد بن السكن، ما هذه الأسماء التي تذكرها؟ إنها أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأحبة. يزيد، مات يزيد بين يدي رسول الله، فجلس الحبيب المصطفى على الأرض وأخذ رأس يزيد ووضعها على فخذه وقال لا يمس وجه يزيد الأرض أبدا، إني راض عنك يا يزيد. ما رأيك؟ أين طلحة؟ طلحة يدفع عن رسول الله، فقال من يدفعهم عني وله الجنة؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله أنا. فقال أتى دورك يا طلحة، فوقف أمام الحبيب المصطفى يدفع عنه السهام، يدفع عنه السهام، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي فينظر من بين ذراعي طلحة فيقول له طلحة يا رسول الله لا تشرف تنظر، فإني أخشى عليك نحمي ونحري دون نحرك يا رسول الله. طلحة بن عبيد الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا تشرف تنظر، فإني أخشى عليك سهامهم. فأتى سهم غادر، سهم غادر يريد الحبيب المصطفى، فأمسكه طلحة بيده، دخل في يده، شلت يد طلحة، شلت يد طلحة وهو ما زال في الغزو، نعم ضرب وطعن طعنات عديدة. أتى ابن قمأة فوضع ترسا بل ضرب بسيفه على خوذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت الحلقات في وجنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمامه طلحة، بل إنه أصبح منهمكا وكانوا يفحرون فحرا نزل فيها طلحة. أتى أبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغير من الصحابة يريدون أن ينقذوا رسول الله، فقال لهم الحبيب المصطفى لا، دونكم أخاكم، دونكم أخاكم،
من تريد يا رسول الله؟ طلحة. أريد طلحة دونكم أخاكم. كان الحبيب المصطفى يحب طلحة هكذا. نعم. فأخذوا يفيقون في طلحة. فعندما أفاق على حجر أبي بكر الصديق قال: يا أبا بكر، ما حال رسول الله؟ فقال: هو بخير. قال: حتى أراه. فأقاموه ونظر إلى الحبيب المصطفى، فقال الحبيب المصطفى حينها: من أراد أن ينظر إلى شهيد يسير على الأرض فلينظر إلى طلحة، فلينظر إلى طلحة. طلحة بن عبيد الله، نعم، لم يكتفي بذلك، فهو يومه يوم أحد، يوم طلحة. فإن الحبيب المصطفى نزل في ظهرة فلم يستطع الخروج منها، فأتى طلحة وهو في حاله هذا، والحبيب المصطفى يصعد على كتف طلحة. بعد كل هذا، نعم، من أراد أن ينظر إلى شهيد يسير على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد على كتف طلحة: إنك طلحة الخير. طلحة الخير، نعم، سماه الحبيب المصطفى طلحة الخير في هذا الموقف. ثم رجع الحبيب المصطفى عائدا إلى المدينة. يظن البعض أنه قد هزم، لكن حبيبك المصطفى صعد على المنبر في مسجده، فنزل عليه قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال أعرابي وهو جالس: يا رسول الله، من الذي قضى نحبه؟ ما معنى قضى نحبه؟ يعني أدى ما عليه، لا يريد الله منه شيئا غير ذلك ولا بعد ذلك. من الذي قضى نحبه يا رسول الله؟ فالتف الحبيب المصطفى برأسه: من المؤمنين رجال، ويتلو مرة أخرى: صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فقال الأعرابي: يا رسول الله، من الذي قضى نحبه؟ قال الثانية، فسكت الحبيب المصطفى إذ برجل يدخل من باب المسجد يلبس عباءة خضراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائل؟ قال: أنا يا رسول الله، من الذي قضى نحبه؟ فأشار الحبيب المصطفى إلى الرجل الذي يدخل من الباب وقال: هذا ممن قضى نحبه. فنظر الرجل فقال: طلحة بن عبيد الله. نعم، هو طلحة بن عبيد الله قضى نحبه. تزوج طلحة من أم كلثوم. أم كلثوم من بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بنت أبي بكر الصديق. تزوج بها طلحة بن عبيد الله، وقد كان ثريا، عنده من المال من التجارة الكثير. دخل عليها ذات يوم وهو حزين، فقالت له: ما لك يا طلحة؟ أتغضب مني؟ أتغضب مني؟ فقال: أو من مثلك يغضب يا أم كلثوم؟ إنك نعم الزوجة الصالحة. فقالت: يا طلحة، فمما الغضب؟ فقال: لقد رزقني الله 400,000 درهم، وإني أخاف أن أقبض في وقتي ويسألني رب العالمين عنها، فما أقول له؟ فقالت: هذا الذي يغضبك يا طلحة، لا تحزن. فأتت له بصرر فارغة وقالت: هيا بنا نقسمها. فقسمتها على الصرر وقالت: اخرج يا طلحة عندك المدينة فانظر من يحتاج فيها فأعطه. فأخذ طلحة ليلته، ما نام ليلته إلا وقد انتهى من 400,000 درهم كلها. فعلم الحبيب المصطفى في الصباح، فعندما رآه داخل المسجد قال: يا طلحة، أنت طلحة الفياض. الفياض هذا اسم ثان، بل إنه قال عنه يوم حنين عندما رآه ذا جود عال
قال أنت طلحة الجواد، فكان طلحة يقول أنا الذي سماني حبيبي طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجواد. مات الحبيب المصطفى وما زال طلحة يخرج مجاهدا ويده قد شلت وقضى نحبه، لكنه ظل على العهد إلى أن أتى العام 36 من الهجرة، يوم الجمل، يوم الفتنة، الفتنة التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية. نعم خرج طلحة مصلحا بينهما، لكنه كان تابعا خلف معاوية، فأتى أحد اليهود يريد الوقيعة بينهما بين علي ومعاوية، فضرب سهما فنزل في ركبة طلحة، في ركبة طلحة. وهل يميته هذا السهم؟ نعم يميته هذا السهم هناك في البصرة. نعم دخل فيه هذا السهم، نعم دخل فيه هذا السهم، فنام على الأرض. فذهب إليه علي بن أبي طالب مسرعا مسرعا مسرعا، لقد كان خصمك. لا هذا طلحة لا خصمي، هذا صاحب رسول الله، هذا من بشر بالجنة. فأمسكه علي بن أبي طالب ووضع جبهته على فخذه وأخذ يمسح جبهته ويقول حزني عليك مرير يا طلحة. أشهد الله، من القائل؟ علي بن أبي طالب. أشهد الله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشروا قاتل طلحة بالنار، بشروا قاتل طلحة بالنار. وأخذ يمسح وجه طلحة ويقول أرجو من الله يا طلحة أن يجعلنا ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أشهد الله، أشهد الله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة جاري في الجنة، طلحة جاري في الجنة. طلحة بن عبيد الله جار الحبيب المصطفى في الجنة. نعم أخي الحبيب، دفن طلحة في البصرة، وبعد 20 عاما من دفنه بعد موته شهيدا رأته ابنته عائشة في المنام وهو يقول لها يا ابنتي يا ابنتي إنني في كرب، إنني في كرب. فأخذت بعض من كان جيرانا لها وذهبت فنبشت، فوجدت طلحة كأنه هو مبتسما وبجواره ماء كاد الماء أن يؤذيه في نومته، فقالت والله لوجدت أبي طلحة كأنه هو مثلما دفناه تماما، إلا أنه ظهرت في جبهته وفي لحيته بعض الشعرات البيضاء، بعض الشعرات البيضاء. نقلوا طلحة إلى مكان آخر. طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة الفياض، طلحة الجواد. أشهد الله أن علي بن أبي طالب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة جاري في الجنة، طلحة جاري في الجنة. وإلى لقاء آخر مع صحابي آخر، أسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم في جنته وفي رحمته وفي فردوسه الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.